ابدأ حديثك. الكلم هو اللفظ المركب المفيد بالوصف، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. جاء لمعنى، يعني جاء الخبر، تمام. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. نعم. الأفعال كم؟ ثلاثة. ثلاثة. دينهم مضارع وماض وأمر. نحو ما؟ نعم. إيش؟ نحو يفعل افعل فعل فعل. نحو ضرب ويضرب واضرب. نفسه. نفسه. نعم. فالماضي ما؟ ضرب. الماضي ضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا. نعم. والأمر مجزوم أبدا. نعم. والمضارع ما كان في أول إحدى الزوائد الأربع، وهي يجمعها قولك أنيت. 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 نعم. وهو مرفوع أبدا. أبدا. حتى يدخل عليه ناصب أو جزم. جزم. النواصب كم؟ النواصب يا أستاذ وليد. النواصب 15. كم؟ 15. صبحوا بقطع النواصب 10: أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحر وحتى والجواب بالفا والبواو. عظيم. زدنا. زدنا ما شاء الله عليك. وما هي الجوازم يا شيخنا؟ الجوازم كم منهم؟ لا أعلم. 18. وهي؟ لا جيبهم. لم لما لام الأمر لا النهي. لم ولما وألم ولام الأمر والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي وأين وأن وحيثما وكيفما. وإذا في الشعر خاصة إذا يلا ننطلق إلى المقرعي. من علمك هذا؟ القاضي يحيى ابن أحمد الشعيبي. وكيف كان جدي أحمد؟ كان رجل يعني قاضي ومفتن في قرية حفظك الله ورحمه. الجميع.